كنت واجدو في منصة شباب نواصر اللي هي واحد الورش اللي خلقوا سيدنا دون لو كادر ديال البروغرام 3 ديال الان دي اش. هاد الورش كيخلق واحد الفرصة للشباب حاملين مشاريع ما بين 18 و 45 عام. واليوم كنت واجدو في واحد دون لو كادر ديال واحد ليفينمون ان تو بتي بو فار بارابور او تري امبورطون بالنسبة لي زونتربرونور ديالنا اللي هو غادي يقدموا المشاريع ديالهم قدام اللجنة الإقليمية وان شاء الله بور بوت دو فاليداسيون اي بور بوت دو فينانسمون toujours dans le cadre de la plateforme pour pouvoir développer et lancer leur projet. جيت اليوم باش نقدم المشروع ديالي للجنة اليوم في منصة ساعات الفرح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الدعم نكون موفق من جينا نقدموا للجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، وكنحمس للشباب الفرصة اللي هي كتكون فرصة زوينة اللي كيقوموا بتقديم المشاريع ديالهم والافكار ديالهم، وهذه فرصه لجميع الشباب اللي هما يتقدموا بالافكار ديالهم وبالمشاريع ديالهم. والله يوفق الجميع.